حسب الصراحه التقاليد الشماليه في شحال هادي مشيت وتعرضت ليهم، وبقات عندي في راسي ان انفو ان شاء الله بنيتي كبروا غنديرها ليهم. وتبارك الله على طنجاوه والناس الشمال حتى هما متولين وانا كيعجبني التاويل، فقلت نطبق هذيك الحفله ديالهم. وي عيد ميلاد بناتي بجوج، حين ديجا بيناتهم غير 15 يوم، فقلت نجمعهم وندير لهم احتفال شي حاجه اللي زوينه. طنجة معلوم كان غيحضر معنا حتى زهير بهاوي، مي الظروف ما ساعداتوش، ولكن مرحبا بخولة اللي هي فنانة كبيرة ومعروفة. حاولت انني نجيب الناس ديال الشمال والناس هذا باش تكون الحفل عندها واحد لو شارم اللي هو طنجاوي او شمالي. تقاليدهم زوينين عجبوني، يعني كيفرحوا بالبنيته فلاش ديال من 7 سنين ل 10 سنين، قلت علاش لا حتى حنا نديروها، وهذا الشيء اللي درت. لهلاي خطيك الاطلاله من عند النقافه اللي هي دار الضمانه، غزاله انسانه طيبه، والمكياج من عند هند المكاوي، وكل شيء من عند سناء شكشو. غزالة سناء صديقة وولفتها خصوصا هكا في المناسبات، كنعرض عليها صديقة ديالي. هند غزالة هند دابا ولفتها، فاش كتكون عندي شي مناسبة كنعرف راسي غادي تطلعني مزيانة، وتبارك الله عليها. وي حيت هي بحال فهمات ليا الوجه ديالي شنو خاصو، وهادشي اللي كاين. الله يخطيكم. الله يخلينا ديما فرحانين، والله يخلينا ديما كنديروا المناسبات، علاش لا؟ الانسان كيمشي على قد جهده وعلى قد الامكانيات ديالو، اللي عنده باش يفرح يفرح، بالعكس ويستغل الفرصه مع وليداتو، واللي ما عندوش الله يسهل عليه. هادشي اللي غنقول. انا بحال والو نخدم مع الجوق ولا مع عبيده الطرمان، عزيز عليا النشاط وعزيز عليا نكون فرحانه مع وليداتي، والله يخلينا ديما فرحانين. والله ما نقدر نقول حتى شي حاجه، حيت كل واحد وظروفه، وما نحكم على حتى شي واحد، حتى شي واحد ما تحكم عليه، حيت راه هذا الانستغرام او اليوتيوب ما كتعرفيش شنو كاين مورا، فكنبغي نقول الله يسهل على الجميع، ما نقدر نقول والو. واختي راسي احمد اللي خدا ماتيريال جديد، خدا ماتيريال راجلي جديد، بيان سور هو اللي كيعاونني بزاف، القناة هو اللي مطلعها ليا بالمونتاج ديالو بالكاليتي ديالو، حتى القناة ديالو احمد فلوغ واعرة كيعطي شي حاجة اللي هي سبيسيال، تبارك الله عليه والله يحفظو ليا. كاين جديد مع موضة ان شاء الله مرحبا بكم. كاين القلا وكاين هادي وكاين نحسبوهم. الله يخلينا ديما فرحانين، هادشي اللي غنبغيو نقولو صافي. حتى انا كنموت عليهم وكنقول لهم ديما ما بيكم حنا كاينين وبيكم غنبقاو، وشكرا على الدعم ديالهم وعلى الحب ديالهم، الهلاي يخطيهم علينا. شكرا بزاف للمولاتي ومرحبا بكم في القلا ديال شيك شوب. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.